في الحلقات اللي فاتت، أنا سارة محسن، عندي 33 سنة، كنت لأخويا كل حاجة بعد وفاة ماما. أنا بقى اسمي محمد، عندي 29 سنة، بس لو كنت ولد كان زمانهم اقتنعوا بيا أكتر من سمير سماجة. ده يا ريتني أنا اللي كنت مكانك، كنت خربتها. إيه ده؟ أنت ليه أنا؟ يا رب بقى ارحمني من الصحيان البدري ده. قوم بقى عشان صلاح ما يتكلمش، ده انت مقضيه على الاخر بقالك فتره. ما هي مش هتفرق طالما اخدها جثه يا ساره. الملف السعد على الصبح. ها يا جامد يا انا. يا انت ايه؟ يا انا يا انا، ما انا وانت واحده يا صرصور. اصلا انا كان عندي النهارده حفله مع الكوميدي جانج، فقلت يعني لو في حد صديق يعني عايز يحضر او حاجه. يعني الحلقه 29. صباح الفل يا قمر. الكلام على ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الصوت ده؟ يا لهوي يا نهار اسود، انا صاحيه كل ده ومش واخده بالي. مش واخده بالك ازاي؟ ده مش فرق، ده فروقات. احنا رجعنا يا ساره. يا محمد يا محمد، ايه ده بس؟ ازاي رجعنا؟ مش فاهم. يمكن عشان اتاقلمنا. الست الساحره دي كانت قالت لما تفهموا بجد هتتغيروا. انا ما فهمتش حاجه. انا كل ده وما فهمتش حاجه، بس خير انا مش هعترض الحمد لله. لا فهمت يا حمار، بس لا تكون سامعانا. انا فهمت. ايوه انا فهمت يا ولاد اللعيبه، القهوه والسحلب ومفيش كحل قبل ما انزل، انا كان ناقصني اسبوع اتعمي. انتوا بتعملوا ايه؟ الحمد لله الحمد لله يا رب. انا ما دخلتش في مرحله الكعب لسه، بس الحمد لله. دي اكيد فيها ديسك او ضهري هيبوظ او اي حاجه، انا ما وصلتلهاش الحمد لله. وانا هرجع البس. ثانية، تصدق لبسك كان عاجبني أكتر بمية جنيه أي تيشيرت، على بمية جنيه أي بنطلون بيجامة وشبشب، وعلى الله حكايتكو. الله الحمد لله الحمد لله، دقني رجعت نعمة تاني مش نقمة. الحمد لله عدينا يا محمد. أيوة عدينا يا سارة. أنا مبسوط أوي يا سارة، أنا مبسوط أوي. نولع الدنيا بقى النهاردة. ها أنا هولعها لك النهاردة في البرزنتيشن يا سارة. وأنا يا نهار أسود. أنا إيه محمد، أنت مش واخد بالك من حاجة؟ في إيه؟ حواجبي؟ لازم اعمل حواجب تانية. هي لحقت تطلع؟ يا ابني حواجب ايه، انت بقيت راجل. ايه كبرت يعني؟ يا ابني لا، احنا رجعنا. ايوه ما انا شايف يا ساره حبيبتي. امال انا مبسوط ليه وبتكلم بحماس كده ليه؟ ما انا عارف ان احنا رجعنا. في ايه يا حبيبتي؟ طب بالراحه كده هتوصل لك. وراك ايه النهارده يا محمد؟ هقوم اظبط نفسي، اروح الشغل، عندي ميتنج مع التيم، وبعدين هظبط كل حاجه. افطر انا والمهبوشه اللي اسمها منى، والله بتضحكني البت منى دي، واقسم بالله حته بت عسليه. ايوه صح ايوه صح، يا نهار ابيض. ايوه وصلت. ايوه صح، يخرب بيتك يا حمار. عيد ميلاد منى قرب، وانا المسؤول عن السربرايز بارتي بتاعتها. انت مجنون يا محمد. انت مين؟ انا محمد تقريبا. عندك ايه النهارده؟ عندي الزفت، بورد ميتنج، وجاهز ومذاكر وهشحولهم. طب هتروح لابس ايه؟ هروح لابس بروفيشنال، ممكن دريس بس. ايه آسف جدا. وصلت؟ وصلت، اتحببت، وياريت ما نتكلمش في الموضوع ده تاني خالص. يا صباح الروقان، جاهزة أسطورة للحفلة؟ اتكلم يالا عادل يالا، اتكلم عشان مشحولكش. مشحولكش؟ لا لا لا، مشحولكش دي ما يقولهاش غير محمد. هو اللي أنا فاهمه صح؟ أيوة يا حسام. الله الحمد لله على السلامة، أخيرا الكابوس ده خلص. يا نهار أبيض، ايه ده؟ بس ثانيه واحده، هو كده مين هيروح الحفله ومين هيروح الميتنج؟ اشمعنى هو فهمها على طول؟ ها انا ببقى اغبى من غير المورنينج كوفي بتاعي يا ساره، وانت فاهمه كده كويس. مورنينج كوفي؟ الله، ده عم عيد لو سمعك وانت بتقولها مش هيدخلك القهوه تاني. طب هنعمل ايه في المصيبه دي؟ انا الشغل كمان نص ساعه. علشان بس افكرك، نص ساعه دي يعني كنت محتاجه تلبسي من ساعه. الموضوع مش سهل، وبليز بليز بليز يا ساره ركزي في الايلاينر، انا ما صدقت اتعلمت اظبطه. عليه العواطفي كمان. بس يا ابني عشان هشحولك. خلاص صدقت ان انت محمد، خلاص بقى. انا داخل البس. طيب انا هستناك يا ساره عشان اوصلك. ميرسي يا حسام بجد قوي على وقفتك جنبنا. مش حاسه واقف جنبي خالص يا ساره، انا حاسس ان هو واقف جنبك انت بس. بس تمام يعني. لا يا ساره ما تقوليش كده يعني، انت انا ايه؟ انت مش وقته يا قطط، الحياه بتتدمر. نتحرك ممكن، وبعدين نعمل سكتش غرام الافاعي ده بعدين. انا داخل البس. دبل شيفت دبل شيفت. هيا سارة هتعملي ايه؟ مش عارفة يا حسام، متوترة قوي، والبرزنتيشن اللي عملها محمد بشخصيته قوي ولايق عليه مش علي انا. طب ما تقولي اللي في قلبك انت من غير برزنتيشن. بعيلهم انت ليه تستحقي تبقي من البورد وتترقي؟
مش سهلة كده يا حسام، أكيد لازم تبقى فيه برزنتيشن وفلو مظبوط. ما هو محمد كان جايب معاهم، هل يعني محمد ده بالنسبة لك شخص بيعمل حاجة مظبوطة؟ ده أكتر واحد عشوائي في الدنيا. عندك حق، بس ده حلم حياتي ودي مش شخصيتي. أنا مش زي محمد، أنا منظمة وبهتم بالتفاصيل وبحب شغلي. كل اللي كنت بتمناه إني أبقى صاحبة شركة دعاية وإعلان ومشيها بدماغي وبشخصيتي، أعمل اللي أنا شايفاه صح، وكنت واثقة إن ده هيوصلني لحد. لولا تقولي السي في بتاعك كنت قلتلك شاركيني، بس عارفة ليه؟ مش عشان انتي صار اللي انا بحبها يعني بحبها زي اللي هو يعني مش اللي هو يعني انتي اكيد فاهمة قصدي يعني. بس اقولك بصي، انا كنت عايز اقولك ان انتي مش عشان انتي يعني عظيمة وكده بس ده عشان انتي عظيمة في شغلك، وفعلا هتعملي فرق في اي شركة هتبقي جزء منها، ولازم تبقي فاهمة ده. اتكلمي معاهم وانتي عارفة ده كويس جدا، وكده كده ان شاء الله هتمشي حلو. انت بجد شايف كده؟ اه شايف كده طبعا والله، واكتر كمان. ماشي انا هطلع. هتجيبيهم في شوال هيحصل يا اسطى. قلب اللوستة منى. ياه وحشتيني. ايه ده من امبارح؟ وحشتك من امبارح والله العظيم، تتجننتي. بس انا بحبك مهما تغيرتي، بحبك اصلا. عارفه ساعات مع تغيير الفصول بيحصل خلل في الهرمونات اللي في المخ مش التانيه، فبتغير تفاصيل في الشخصيه غريبه قوي. المخ بتاع الانسان ده كان نفسي ادرسه بدل القرف اللي احنا شغالين ده. تعرف انا كنت عايزه ابقى كريمنال سايكولوجيست وابقى بحلل المجرمين، مش بحلل للمجرمين باخد جرعات وعينات والقرف ده، لا لا لا، بحللهم هم، بحللهم هم شخصياتهم يعني. بس خلاص عندك حق، مش وحشاني فعلا. ايه اللي انا بقوله ده؟ جاهزه الميتنج النهارده، هنجيبهم في شوال. هو محمد طبعا الناس كلها ان شاء الله جاهزه. ايمن جه بدري وقاعد معاهم جوه في المكتب، ما تخش تشقري كده. اوكي صباح الفل ساره، نجمتنا المفضله جاهزه للميتنج؟ جاهزه ان شاء الله يا كبرنا. بحبك موت. صباح الفل يا سينيوريتا. صباح الفل يا ايمن. وانا بجد قلت يا كبرنا، ايه التلزيق ده؟ ساره الميتنج كمان ساعه، تمام معاكي؟ لو تمام معاك يبقى تمام معايا. يبقى اتكلنا على الله. جاهزه بقى مديرك؟ والله يا ايمن انا امشي فيها. والله يا ساره انت كدابه، كلنا بنجري ورا القرش، محدش قاعد هنا عشان الحلم والمبادئ، كلنا هنا واسف اللفظ عبيد الجنيه، فبلاش تعملي عليا يعني سفيرة النوايا الحسنه. كلنا في مركب واحد ومحدش شغال هنا بيمشي بمزاجه، وهنشتغل مع بعض بعد ما ترقى، وهخليكي دراعي اليمين، وساعتها هنحب بعض عادي، لانك هتبقي في مكانك الصح وانا في مكاني الصح. فاهمه قصدي؟ تصدق يا أيمن أنا أول مرة أفهمك بجد، وأول مرة تقول حاجة صح. أتمنى أكون نورتلك حاجة في دماغي. جدا جدا يا أيمن، أنت مش فاهم. دابل شيفت دابل شيفت. طيب يا جماعة أنا أبتدي ولا ليديز فيرست؟ يا أخلاقك. إحنا متحمسين جدا للي سارة هتقوله. يا سلام يا بص عليك وإنت متحمس. يلا يا سارة سمعينا، إحنا أصلا حاسين إنك بقيتي شبهنا ومننا. ما هو ده مضايقني شويه بصراحه. ايه؟ انا هفهمكم، انا فعلا هبتدي يا ايمن، لاني لما اخلص انت مش هتحتاج تتكلم قوي. بس يا عم بلا بس بلا بتاع بقى، ابلع لسانك واتك على الصبر. اتك؟ انا فعلا خايفه اني ابقى منكم شبهكم، اصلا عرفت اترقى ازاي، واللعبه سهله وقوي كمان. بس ما قصاد ايه، احترامي لنفسي. عايزين يا بقى ايمن، لا مؤاخذه مش قصدي حاجه يعني يا ايمن، بس أنا بشتغل وشغلي بيتكلم عني، كنت أكتر واحدة بتنزل مجهود في الشركة والناس كلها عارفة، وأيمن من ساعة ما جه ما بيعملش حاجة غير إنه يهرج معاك. طب ما أنا ممكن أهرج وممكن أضحك وممكن أقولك يا بص، صح يا بص؟ صح. بس ليه بقى لو أنا شغلي باين؟ ما هو لو بقيت كده ودقت طعم السهل هتحول لجرثومة عايشة على مجهود الآخرين، هتحول لأيمن، لا مؤاخذة يا أيمن يعني. لا 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 ولا يهم، كملي كملي. وده لو يرضيك وما يرضينيش، لان ببساطه انا عايزه اشتغل وعايزه انجح وانجح المكان اللي انا فيه، وانا مش شبهكم ولا انتوا شبهي، بس عارفين مين شبهكم؟ ايمن، لا مؤاخذه يا ايمن يعني. فانا هسيبكم لبعض واتمنى تقبلوا استقالتي من النهارده، وشكرا قوي على الوقت اللي قضيناه مع بعض، انا اتعلمت كويس ما اعملش ايه في شغلي الجاي. سلام. عديني كده، لا مؤاخذه يا ايمن. لا لا ولا همك خالص، ما انت كده كده دوستي عليا. منى انا ماشيه، واه انا استقلت. ايه ليه؟ ايه اللي حصل؟ مش حابه اشتغل مع الناس دي تاني، ومش عايزه ابقى ايمن. مش عايزه تبقي ايمن؟ لا مؤاخذه يعني. انا ماشيه، عندي حاجات لازم اعملها مع اخويا. انا مش عارفه اقول لك ايه. يا الله اكبر، منى مش عارفه تقول ايه، ده اكبر انتصار النهارده كده كده.
انت حفله اخوكي النهارده صح؟ اه. طب انا هاجي معاكي. بقولك ايه، انا هاجي معاكي دلوقتي، يلا ولعوا. بجد؟ هو ايه اللي بجد؟ هو انا عندي كام صار؟ يلا بينا. وفي السكه احكي لك اول مره استقلت فيها من شركه قصه مشوقه جدا. مشوقه جدا؟ مش عارفه ليه استخدمت مشوقه، حسيت ان الوقت وقت مصطلحات تقيله يعني وكده. ماشي يلا يلا يا اختي. دبل شيف دبل شيف. حسام ازيك؟ طمنيني عملت ايه؟ استقال. ايه؟ اه في واحد كده اقنعني من غير ما ياخد باله اني استقيل واشتغل معاه. ايه ده ايه ده، مين الكلب ده؟ هاي انا الكلب منى صح؟ اه ايه ده، انا الحماره، سوري معلش بقى. حصل خير. محمد فين؟ بيجيله بانيك اتاك جوه. محمد ايه؟ في ايه؟ انا خايش، انا خايش والله، معيش ماتيريال حلو ومراجعتش حاجه وبقالي كتير ما طلعتش على المسرح. الله مسرح. تعرفين انا كنت في مسرح الجامعه كنا بنتبسط قوي اياميها، كنت عامله دور شجره بس ادائي كان عالي عالي عالي. ما هي شجره بقى، ما عالي وشجره وكده. وانا ليه هديت لما سمعت الصوت ده؟ انا عارف الصوت ده. ايه ده منى؟ هو انا عارفاك؟ لا لا، بس انا بسمع عنك كلام زي الفل. طب ايه، مش كفايه هزار بقى؟ مش عارف اعمل ايه. لا عارف، جاي منك تسمع. ساره على فكره انت محتاجه تبطلي تتكلمي بالطريقه دي، احنا رجعنا خلاص، الموضوع بقى غريب جدا.